الكليان ونشكرهم في الحقيقه هذا لانهم بدينا معنا مجهود كبير عملنا تقريبا ازيد من 4 لقاءات اللي تنديروا مع ديالنا كاملين مختلف المصالح الامنيه وجميع التسهيلات يعني تيقدموها لينا لان بعثنا رجاء في واحد العدد ديال الانشطه اللي ماشي سهله اللي تدخل التوريده اللي غيكون فيها تقريبا واحد 800 فارس تتجيب تتسقط الجمهور تقريبا ديال واحد شحال تقريبا السلعه اكثر من 3000 واحد تقدر يكون يتفرج في القاعده من المسيره جوج راتو 6000 دي بشر يعني في نفس الوقت غيكون عندنا السباق على الطريق اللي تحتاج في نفس الوقت حتى هذو الاخوان ديال الاخوان ديال السلطه الحمد لله ديال العالم زعما جوج اللي هو مهم اللي هو نشكرهم عندنا واحد العدد ديال اللقاءات الامنيه القيمه المدنيه القوات المساعده الدرك لا خلاص ماشي الدرك البشريه والسلطه ديال العمل الحمد لله غادي معنا جوج اللي هو مهم المصدر ديال التمويل راه كنا تكلمنا عليها في البدايه حنا عندنا نظيم ديجيتال اللي عندنا اللي خاصه من حاجه فيها تقريبا 491000 درهم ولكن ما عندناش الامكانيه نصرفوا منها كامله لهذا دابا ديك الامور على علاقه بالتيلي الاداره هي اللي تتصرف العمليه حنا حكينا زعما الامكانيات الماديه كما قلت الاخوان قبل وتنشوفوا الحمد لله دائما الى كانوا هذا راه غير الناس دابا شي حاجه اللي زعما غير غادي تكون فورمي لان تعرف باش تبقى في التفاعل غير هو كل حاجه ندوزوها في اطار المسطره ديالها اللي دوزت هذا اهم الامور وان شاء الله نحاولوا ما امكن اننا ان شاء الله نستعمل بعد هذا جدارتنا في التيلي بالمهرجان حنا تنعتبروا ان المجلس ماشي معني باش انه هو يقيم الانشطه الثقافيه ولكن معني باش يدعم الحياه الثقافيه والاجتماعيه والرياضيه هذا هو الاساس بالنسبه لنا هذا الشيء علاش بغينا حاولنا ما امكن ندير واحد التشارك الحمد لله تنعتقد حنا راه غادي في النجاح فيه ان شاء الله لان الحمد لله كاين حسنيه من الاغلبيه ديال الاخوان وكاين تعاون ديال مختلف الاخوان اختلاف الحساسيات ديالهم تنقول الاخوان الحساسيات السياسيه مختلفه ومتعاونين مع التيم مع الموضوع حنا يدنا ممدوده لمختلف الفاعلين بغينا نعاودو نرجعو اولا نساهمو في الحقيقه ماشي نرجعو نساهمو في الحقيقه في الاعاده ديال الانتعاش الحياه الثقافيه في المدينه الحمد لله هي تيلي كانت في صدود بدات واحد شويه وغادا تطلع الحمد لله وبالتاكيد ما طلعتش من المجلس هذا المجلس يعني معني باش يهتم اما اساسا راه الفاعل المدني والمثقف والفاعل الاعلامي هو اللي عنده الجزء الكبير في هذا الجانب تيخصنا الجانب تيخصنا حنا ما نكونوش عندنا العصا على الرويضه وتكون عندنا الحمد لله يدينا مفتوحه حنا يدينا مفتوحه الحمد لله الجميع ما امكن اننا نزيدو ندعمو الافكار ديالكم اللي تقلت ان شاء الله غنبقوا في تواصل فيها الاخوان هما لي باتس ديال الاخوان كاملين اللي كاين نعطيهم لي باتس ديالهم باش غيقدروا اللي غتمكنهم باش يدخلوا في مختلف الفعاليات ديال المهرجان ان شاء الله ونبقاو دائما ان شاء الله على تواصل.